السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصفحة دي خطيرة جدا فيها شوية تولز رهيبة وبتوفر وقت كتير قوي يعني مثلا ده تاور جنريتور تمام طيب خلينا نبص عليه وهنرجع تاني للصفحة ده بيشتغل جوه الراينو جراس مجرد ان انت تحمله هتلاقي الكود جاهز انا عملته قبل كده خد وقت فهو مجهزة لك تقدر بس تغير البرانتر المبنى يلف او الارتفاع بين الطوابق تزيد وهكذا طيب خلينا نرجع تاني هتلاقي تولز كتير قوي اغلبها فري يعني فري 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 في حاجات هي بفلوس تمام لكن لما تيجي تبص على الحجم الجهد اللي هتوفره لك هتلاقي تستاهل هنا مثلا ممكن تقول له انا عايز حسب البرايس او ممكن عادي انت شغال الفاباتيك بس تقول له انا عايز الفري اونلي احنا مش لاقيين ناكل اهو فيبدا ان هو يرتبهم لك طيب انا عايز حاجات خاصه بالريفت يبقى انا حطيت اتنين فلتر واحده فري واحده ريفت فجاب لي التولز ديت ابدا ان انا اختار منها اقدر ان انا احملها مجانا وابدا ان انا اتعامل معاها تمام ده موجوده في الراينو موجوده في الريفت فتقدر تقول له حملها لي تمام بيقول لي اعمل لوج ان ويبدا اول حساب مجانا يعني طيب هو انا عامل حساب يعني ممكن اعمل لوجن في اي لحظه طيب ممكن تقول له انا عايز الحاجات اللي تكون اوبن سورس مسموح لي ان انا احمل الكود عشان اتعلم منها فيبدا ان هو يفلترهم لي بالشكل دوت تمام طيب. في حاجات مثلا بالذكاء الاصطناعي تقدر تدوس وتبدا ان انت تقرا الشرح بتاعه وتبدا تشوف ان هي شغاله مع الرينو بالاي تقدر ان انت تحمله عادي ما فيش اي مشاكل خالص فعندك حاجات خاصه بالداينامو في الريفت والجرا وفي حاجه خاصه بالايتابس وفي حاجه خاصه بالجوجل كروم والاستريتور فتقدر ان انت تختار ايه اللي انت عايزه فتقدر تشوف بقى التولز اللي انت عايزها تمام ما تستطبش غير اللي انت فعلا محتاجه يعني ما لو كله ما حالات الاستخدام ماشي بتاعك على الفاضي هنا ده, ده مثلا بيعمل مش تمام بيشتغل على الراينو وهنا تقدر تقول له جيت تقدر تقول له انا عايز استطبه او عايز اعمل له داونلود فان شاء الله يعجبكم الموقع ده سيبهولك اسفل الفيديو حمل زي ما انت عايز